هذا البرنامج برعاية مشاهدينا. برحب بحضراتكم معانا وصحتك. موضوع حلقة النهاردة هنتكلم فيه عن ابتسامة هوليوود. أعتقد الموضوع ده بيهم ناس كتير قوي، وخصوصا السيدات اللي عايزين يضيفوا إلى جمالهم شيء جديد. وبالتالي النهاردة هنتكلم عن تفاصيل الموضوع ده، وهنتكلم كمان عن إزاي نحصل على الابتسامة دي، وإزاي نقدر نحافظ عليها أطول فترة ممكنة. بيسعدنا وشرفنا يكون معنا النهاردة دكتور مينا ماهر هارون، استشاري علاج وتجميل وزراعة الأسنان، وعضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان، والحاصل على الزمالة الإيطالية لعلاج وتجميل الأسنان بالليزر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا نور. اهلا بحضرتك. يمكن في البدايه خلينا نتكلم عن تجميل الاسنان بشكل عام، وبعدين بقى نتكلم على كل موضوع لوحده، وبالاخص ابتسامه هوليوود. تجميل الاسنان في البدايه بينقسم لحاجات كتير جدا. اولا شكل الاسنان، لون الاسنان، غير الشكل واللون، الاسنان نفسها طبيعتها عامله ازاي، مرصوصه او مصفوفه صح جنب بعض ولا في مش متناسقة جنب بعض. كل الحاجات دي بتفرق في اختيار طريقة العلاج. هنبدأ مثلا، لو أنا هنفترض أن الأسنان مصفوفة جنب بعض مظبوط، يبقى أنا هنا في حاجات بسيطة بتبقى ناقصاني زي اللون. اللون ده ببدأ أزبط اللون، أن أنا برجع السنان الأول كلون طبيعي. بعد ما برجعها لونها الطبيعي بشوف أنا محتاجة أفتحها زيادة ولا لأ. لأن أنا عشان أنا التجميل او ان انا اخلي ابتسامه هوليوود زي ما بيقولوا او الهيل كشكلها حلو، انا لازم بخلي لون السنان الفاتح متناسق مع البشره، لان في تفرق من شخص لشخص. لما تيجي انا واحد عندي او شخص لون بشرته فاتح قوي، ما ينفعش ان انا اعمل السنان بياض ناصع قوي، هيبقى في حاجه غلط في الموضوع. انا كده عارفه لو ابيض وابيض، لون بشرة فاتح مع لون سنان بيضة، في حاجة غلط، تحس ان في حاجة ارتفيشل، حاجة صناعي معمولة. انا لازم اوصل ان انا لون السنان لونها حلو جدا متناسق مع البشرة، لون فاتح لكن متناسق مع البشرة، دي اهم حاجة عندي. نيجي بعد كده بعد اللون شكل استفاف الاسنان جنب بعض. يعني احنا اللون الاول لكذا طريقه عشان نقدر اننا نخلي شكله حلو. بالظبط. نروح بقى لشكل الاسنان او استفاف الاسنان. بالظبط، رصتها جنب بعض عامله ازاي، مش مرصوصه مظبوط. عشان اجملها طريقه من اتنين، يا اما التقويم، يا اما بقى بنلجا للفينيرز او الطرابيش او اللومينيرز على حسب الحاله محتاجه ايه. التقويم لا، ده انا مش عايز، انا عايز ارجع السنان اللي هو وضعها الطبيعي، ببدا الجا للتقويم. عيبه الوحيد حاجه واحده، بياخد وقت، ده عيب التقويم. وطول فتره التقويم طبعا الشكل مش بيبقى افضل حاجه. طبعا في البريسز او البراكتس راكبه على السنان زي الماكن ده كده، بيبقى في حاجات موجوده مرصوصه على السنان بيبقى لونها فضي. في حاجات تانية جديد فيها دلوقتي ان انا في براكتس نفسها لونها شفاف، فما بتبقاش باينه قوي. بس اللي بيوصل ما بينهم مازال ده لا، نفس اللون، لونه فضي عادي. السلك اللي بيبقى عليه ده بيبقى لونه فضي عادي، لكن هي الجديد فيها ان انا في عندي براكتس شفافه، ده الجديد. عيبها الوحيد ان هي بتاخد وقت. بتاخد وقت، تفرق من حاله لحاله على حسب الحاله دي محتاجه ايه. في حالات مثلا انا ببقى غصب عني لازم اعمل تقويم الاول، ليه؟ لان بيبقى في مسافه كبيره ما بين الاسنان، فلازم اعوضها الأول، أضبطها الأول بالتقويم. ده رقم واحد. ممكن أوصل للنتيجة أن أنا مش محتاج أعمل حاجة تانية، بس عيبها زي ما قلت الوقت. الحاجة التانية غير التقويم بقى، ندخل في حاجة تانية غير التقويم، أن الاستفاف الأسنان مثلا لو في أسنان في مسافات كبيرة ما بينها، أنا كده لازم باخد مجموعة من أسنان، يعني من درس رقم 5 لدرس رقم 5 أو من درس رقم 6 لرقم 6 على حسب المسافات اللي ما بينهم، لأن أنا بعيد شكلهم، بعمل شكل من أول وجديد، بكبر أو بصغر حجم السنان على حسب المسافات، بحيث أن أنا أقفل المسافات دي وأدي الشكل اللي أنا عايزه. يعني اللي هي بتبقى بنحس اللي لسه أطول من الطبيعي. بالظبط.
دي برضو لو دققتي في الناس دول هتلاقي ان السنان نفسها حجمها صغير. بنبدأ دي بقى هي حتى لو اللسة ماشية شكلها حلو بس السنان نفسها صغيرة. بنبدأ بيتشال جزء من اللسة دي بتخلي بنبين ان حجم السنان كبر شوية بحيث ان انا اقلل الابتسامة السوية دي او اضيعها على حسب حجمها. بس ده ملوش اي اعراض جانبية؟ خالص. بالعكس احنا في بعض الحاجات دي احنا بنحتاج ان احنا لو الابتسامة السوية كبيرة قوي بنحتاج ان احنا نحقن بوتكس في اماكن معينة عشان اضيع الابتسامة السوية. وده بيبقى مهم للستات كتيرة قوي لو عندهم المشكلة دي. طبعا. ليه انا عند مشكلة الابتسامة السوية دي تيجي تضحك شكلها مش حلو، لا انا بضيعها بجيبها من اساسها. بعد كده انا عالجت الابتسامة السوية، ظبطت شكل الاسنان، ظبطت اللسة، ظبطت الحاجات دي كلها. نيجي نبدأ بقى نبص احنا هنعمل ايه. بمعنى انا عندي في اسنان اذا كان متعوجة بدرجة كبيرة لا الفينيرز ما تنفعش. نيجي نبدأ بقى نشوف هنختار ازاي انا اعمل فينيرز ولا لومينيرز ولا كراونز ولا ايه بالظبط. يعني على حسب شكل الاسنان وطبيعة اصطفافها بختار الطريقة اللي هجملها بيها. يعني في مثلا سنان في مسافات كبيرة ما بينها، لا يعني انا هملى المسافات دي كلها بالفينيرز لا ما تنفعش، لان الفينيرز هي فكرتها قشرة تجميلية بتتركب على الاسنان. بعض الانواع منها في نوع اسمه لومينيرز وفي فينيرز العادية. في بعض الانواع زي الفينيرز انا محتاج ان انا ابرد بنسبة معينة في الاسنان، مش نسبة كبيرة، بتبقى نسبة صغيرة جدا. الناس بتبقى متخيلة انا هبرد يعني هبرد كمية كبيرة من الاسنان زي الترابيش، لا بتبقى نسبة صغيرة، بتبقى حوالي 0.3 ملي، يعني اقل من الملي 0.3، اقل من الملي، نسبة صغيرة جدا، بحيث ان انا اقدر ان انا احط الفينيرز واعيد تشكيل السنان. اللومينيرز لا انا ما ببردش في السنان خالص، او نسبة البرد بتبقى اقل، مش ما ببردش خالص، بتبقى نسبة البرد اقل من 0.3، بتبقى اقل بشوية، فالهو نسبة تكاد تكون معدومة. لان في ناس كتير جدا بتخاف من موضوع البرد ده، يعني لو هي دي طريقة التجميل الوحيدة المتاحة ليهم ممكن يرفضوها بسبب ان هم قلقانين من موضوع البرد. في طريقة بنعملها بس انا ما بحبش استعملها، ان انا ما ببردش في السنان خالص. ما بحبهاش ليه؟ لسببين. السبب الاولاني بعض الحالات بعد ما بخلص واجي اركبها العين هيجي يقول لي انا حاسس ان انا بقى عندي ضب. سنانه طلعت لبره. بالظبط، انا ما بردتش في السنان، فهو حاسس ان شفته طلعت لبره فحاسس ان هو عنده ضب. ده رقم واحد. رقم اتنين، هي بتيجي لما بتيجي بتتعمل بتيجي في تري، في حاجه معينه بتركب مره واحده، تحط عليها ماده اللزق بتاعتها تركب مره واحده، فكميه اللزق اللي محطوطه اللي ما بينهم انا ما بعرف عمري ما هعرف اشيلها كامله، فدي مستقبلا ممكن تعمل مشاكل. دي انا ما بحبهاش لان ممكن مستقبلا تعمل لي مشاكل. تمام. لكن الفينيرز او اللومينيرز افضل في ايه؟ انا بختار الانسب للعيان. يعني اللومينيرز تكاد تكون نسبه معدومه، الفينيرز فيها نسبه برد شويه بس مش نسبه كبيره، مش النسبة الضخمة اللي زي الترابيش. بالنسبة له هي بالنسبة للترابيش دي نسبة كبيرة. مين اللي بيختار؟ لا مش ينفعش العين يختار. العين الطبيعي اي عين هيجي يقول لي انا عايز مش عايز ابرد في سناني، انا عايز اعمل كذا بس مش عايز ابرد في سناني. طب انا في واحد يجي لي مثلا عنده سنة طالعة لقدام قوي، طب انا هحسن الشكل ازاي؟ انت عندك سنة السنان تبقى مصفوفة جنب بعض والسنة منهم طالع، يعني السنان تبقى كده واحدة منهم طالعة لبره كده، طالعة لبره قوي، انا هجيبها ازاي؟ مع مرور الوقت الحاجات دي بيحصل لها اي مشكله؟ لا، لسبب العين هيهتم بيها وهيحافظ عليها مش هيحصل اي مشكله خالص. الطبيعي اللي احنا متفقين عليه بالظبط. محافظ على اسناني بالطريقه الصحيحه اللي الدكتور بيحفظ بيقول له هتعمل 1 2 3 4 هيحافظ على اسنانه وهيحافظ على الفينيرز، مش هيحافظ مش هيسمع الكلام، هو هيبوظ سنانه قبل ما يبوظ اي حاجه. يعني لو واحد متضايق من شكل اسنانه بيجي لحضرتك اولا بتقول له هنظبط اللون ازاي وهنظبط شكل السنان ازاي، ممكن بالزبط. نستخدم ايه خارجي يساعدنا على التظبيط ده، لانه في ناس ممكن تكون محتاجه حاجات بسيطه جدا مش محتاجه تركيبات خارجيه او ان انا احط لها حاجات اضافيه وشكل سنانها بيبقى مظبوط، مجرد بس ما بظبط لها اللون واشيل الجير والكلام ده. طيب في حالات صعبه حضرتك شايف ان هي بتحتاج لاكتر من حاجه علشان شكل سنانها يتظبط؟ طبعا. زي ايه؟
يعني في بعض الحالات تلاقي في سنة مثلا اللي هي رقم 2 تلاقي دخل لجوه قوي. انا هي المفروض السنان ماشيه جنب بعض صف واحد، دخل لجوه شويه او طلع لبره شويه دي ما فيهاش مشاكل، لكن الدخل لجوه قوي دي هتيجي ازاي؟ مهما انا هبرد من السن هلاقي نفسي بردت ثلاث ارباع السن، اكتر من ثلاث ارباع السن عشان اقدر اظبطها والطربوش يجي يدخل مكانه، دي هتبقى في الحاله دي هتبقى طربوش. تمام، عشان اقدر ارجعها مكانها. طب انا يعني حمل جامد جدا والسنه بقت صغيره جدا عليها، يعني السنه بقت صغيره وحمل جامد عليها، دي في حاله زي دي لا احنا بنخلعها ونحط مكانها زرعه. فالزرعة كده تدخل من ضمن أدوات التجميل. بالظبط. ليه؟ أنا يعني ممكن واحد يجي بالطريقة دي أضطر إن أنا أشيل السنة، بس دي حاجات نوادر، نوادر جدا لما تلاقي حاجة زي دي أضطر أشيل السنة لأن مكانها ما يساعدنيش إن أنا أعمل لها حاجة. فبضطر إن أنا أشيلها وأحط زرعة في الوضع الجديد اللي أنا عايزه عشان أقدر إن أنا أحسن الشكل. في حالة مثلا عدت على حضرتك كنت حاسس انه الموضوع صعب، مش صعب ان احنا نعمل لها حاجة، يعني الشكل بايظ خالص لدرجة انك محتاج حاجات كتير تتعمل؟ مش الشكل بايظ، يعني في حالات مثلا بتيجي ودي دي كتير وبرضو بيبقى ردهم برضو ان هم عايزين مش عايزين يبردوا، ان هو بتبقى السنان اللي فوق المفروض الطبيعي انا السنان اللي تحت كده اللي فوق بتبقى قافلة عليها كده، لا في حالات كتير بتيجي تبقى السنان في مسافة ما بينها ما بين اللي تحت قد كده، السنان اللي فوق طلع لبره شوية، السنان شكلها حلو بس شكوتهم انها طالعه لبره شويه فمش عاجباهم ومش عايزين يعملوا تقويم، دي الحل الامثل ليها تقويم، مش عايزين يعملوا تقويم، دي بتبقى حلها ايه؟ ان انا غصب عني بيبقى بضطر ان انا ببرد في السنان بنسبه كافيه ان انا اقدر ادخل السنان دي لجوه، وبيتركب عليها فينيرز، بعد ما بتتركب عليها الفينيرز انا خلاص انا ركبت الفينيرز، بدل ما السنان بقت عامله كده لا انا رجعتها لجوه، خدت النسبة اللي أنا عايز أدخل فيها السنان وحطيت عليها الفينيرز بنفس الشكل السنان نفس كل حاجة، اللي أنا غيرته إن أنا دخلت السنان لجوه. يعني دلوقتي بقى في طرق كتيرة جدا أقدر من خلالها أحل أي مشكلة بتتعرض ليها السنان، سواء شكل لون أي شيء مهما كانت عاملة زي، كل ده بنقدر نتغلب عليه. في سن معين بقى مسموح إنه يبتدي بعدها يفكر يعمل الحاجات دي؟ هو مش سن معين، هي ينفع في اي سن، سن 20 سنه ينفع، سن 50 100 سنه تنفع، ما فيهاش مشكله، السن دي مش مشكله، المشكله هي الاساسيه العيان عايز ايه، ايه المشكله الاساسيه اللي عنده. في نفس الوقت انت هي انا العيان ده بيبان انا او بعرف انا هيسمع الكلام ولا مش هيسمع، بتفرق طبعا. طبعا انا مش معقول ان انا يعني انا هقعد اعمل حاجه وهتعب فيها وانا عارف ان هو مش هيسمع كلامي فهيبوظ لي اللي انا عملته، ما ينفعش، حرام حرام ليه هو، مش مساله عشان شغل انا كمان أكيد. اساسي عشان انا يعني انا هتعب في حاجه قد كده هو هيجي بعد كده يبوظها لي. في ناس ممكن تقرر انها تبتدي تهتم بتجميل اسنانها بعد ما تيجي مثلا لحضرتك تكون مثلا عايزه تعمل زرعه او زرعتين وتلاقي ان شكلهم حلو فعايزه بقيه السنان يبقوا شبه الزرعات الجديده دي، فنبتدي نفكر ازاي نكمل تجميل الاسنان. زي لسه كان مؤخرا كان في حد عندي كنت السنان اللي تحت عنده ثلاث ارباعها مش موجود والسنان اللي فوق شكلها مش حلو، وكانت تركيبات كانت حاجات قديمه عاملها وشكلها مش حلو، بعد ما خلصت له اللي تحت وشاف فرق شاسع ما بين فوق وتحت بقى عامل ازاي، لا على طول غير اللي فوق، لان يعني انت عامل حاجه حلوه والحاجه قديمه قصادها بس مش حلوه، دي بوظت دي، بوظت دي بمعنى ايه؟ بوظت الشكل. لان حاجه حلوه دايما الوحش هو اللي بيبان، لكن لما يكون كله حلو مع بعض بيبقى حلو، لكن لو حاجه حلوه وجنبيها حاجه وحشه تلاقي دايما اللي ظهر الوحش. فده مجرد ما حس بالفرق ما بين الاثنين غير اللي فوق على طول. طيب برضو عايزين نعرف من حضرتك ايه الجديد في جراحات التجميل الخاصة بالأسنان؟ أجدد حاجة موجودة دلوقتي هي مش جراحة بقى، كان زمان اسمها جراحة يعني، وكان نادر لما نعملها لأن هي مؤلمة جدا، كان ده بالطريقة القديمة وبتاخد وقت عشان تلتئم، اللي هي قص اللثة وتبييض اللثة.
ودي خلاص بقينا بنشوف انها بتتعمل بسهوله. بقت زمان كانت لازم تتعمل بجراحه ومش هتدي النتيجه اللي احنا عايزينها 100%، وبتاخد وقت عشان تلتئم، والم يعني العين كان بيعاني منها، فدايما كنا بنحاول نتفاداها لان هي بتبقى وجع كتير. دي جراحه، وجراحه مش مساله جامده، تاخد وقت في شغلها عشان تدي النتيجه اللي احنا عايزينها. دلوقتي لا، دلوقتي بقت الليزر سهل كل حاجه، ان انا اقدر اعمل تبييض اللثه، اللون اللي هي بعض الناس بيبقى عندها اللثه لونها غامق، بقدر افتحها وارجعها لونها الطبيعي في حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه ببقى مخلص. اللثه اللي هي مثلا في بعض الاوقات بيبقى لونها مثلا بني شويه عند بعض، بني شويه او مسوده شويه، بقدر اخلصها دي كلها وبدون بينك، والعيان ما بيحسش بحاجه خالص. ده ميست الليزر. الليزر لما اجي ارسم الليزر، اواجه ان انا ارسم الليزر، او ان انا بنسميها جينجيفكتومي، او ان انا برسم الليزر ان انا اشيل منها اجزاء عشان اخليها تمشي متناسقه مع بعض، ده طبيعي. انا بقطع في الليزر طبيعي ياخد بينك، لا انا بالليزر اقدر اشتغلها من غير بينك والعيان مش هيحس بحاجه. فده يعتبر تطور كبير في موضوع اللي كان زمان جراحات، لان الناس بتخاف من ايه دايما؟ اكتر حاجه بتخاف منها ايه؟ الجراح. لا، ابره البنك. طبعا. يعني ما حدش كمان هيفكر انه يجمل سنانه فيدخل اوضه عمليات وياخد بنك، ف هيستصعب الموضوع. بالظبط. فانا في حالات كتيره اقدر اشتغلها من غير بنك، ان هو الليزر فيه بروجرام ان انا اقدر اشتغل من غير بنك. في نفس الوقت نسبه الالم بعد ما خلص تكاد تكون معدومه، تكاد تكون معدومه، ده رقم واحد. رقم اتنين، نسبة التئامها سريعة جدا غير الجراحة العادية. فطبعا دي أفضل بكتير أوي. أفضل بكتير كشكل جمالي، كوقت، كنسبة ألم، كأن العين مش هياخد بينك، كل حاجة، اختلاف كلي وجذري في كل حاجة. حضرتك بتعمل هنا في العيادة في دجلة كل العمليات دي أو كل أنواع التجميل دي هنا متوفر؟ كله موجود متوفر. نروح بقى لشق تاني، سمت هوليود، ودي اللي بتدور عليها ستات كتير قوي، لانه معظم الممثلين والمطربين والفنانين بيحبوا يكون شكل ابتسامتهم حلو. نوضح للناس يعني ايه ابتسامه هوليود وبتتعمل ازاي. ابتسامه هوليود هي مسمى لمسميات التجميل. معنى ابتسامه هوليود انا عايز شكل اسناني لونه ابيض حلو، شكلها متناسق مع بعضه، انا عايز شكل كذا زي الفنان كذا عامل سنانه كذا، انا عايز الشكل ده. الشكل ده انا بوصل له ازاي؟ بالانسب للعيان. هي الشكل ده انا هوصل له، هو ده اسمه ابتسامه هوليوود. يعني افضل شكل ممكن للسنان هو ابتسامه هوليوود. هو هتتعمل ازاي؟ ممكن فينيرز، ممكن لمونيرز، ممكن كراونز، ممكن ان انا في حالات مضطر ان انا اخلع واحط مكانها زرعه، عشان يعني زي ما قلت ممكن تبقى سنة الدخلة لجوه قوي عشان اعملها تبقى شغلها مش يعني مش هتديني اللي انا عايزه 100% وهبرد منها كتير قوي، فدي بتتشار وتحط مكانها زرع، بحيث ان انا اقدر اوصل ان انا السنان كلها ما تتعمل تبقى كلها وصلت للشكل اللي انا عايزه. هو ده ابتسامه هوليوود، الشكل اللي انا وصل له. مش كوبي بيست. مش كوبي بيست من اللي بشوفه في الافلام او مع النجوم والنجمات. في بص، الشكل السنان بيختلف من شخص لشخص. لما يكون شخص وشه مدور غير لما يكون شخص وشه مستطيل غير لما يكون شخص وشه اوفل. شكل السنان لو لاحظتي على الناس، بصي على الناس هتلاقي ده شكل وشه مستطيل شويه، هتلاقي سنانه واخده شكل مستطيل. واحد شكله سنانه وشه اوفل هتلاقي سنانه واخده السنه دي، او من فوق هتلاقيها مش واخده شكل مستطيل زي التاني، هتلاقيها هتلاقي السنان شكلها مختلف ما بين شخص لشخص. ممكن واحد شكل وشه طويل، سنانه لازم تبقى متناسقه مع وشه، اعملها له قصيره فتبان ان هي مربعه شويه وشكلها وحش جدا. طيب هي المفروض دي ابتسامه هوليوود؟ لا، انا كده بوظتها. يعني انا مش لازم عايز اخد شكل سنان معين واقول انا عامل زي لا، انا بالزبط. بشوف الانسب للعيان اعمله له، اللي هيمشي مع شكله، اللي هيمشي معاه. مش ان انا هاخد كوبي بيست من ده لده. هي شكلها حلو عليه، لكن تيجي تحطها عليك لا، هي شكلها مش حلو. فالانسب دايما بيتعمل، مش العيان مساله هو عايز يوصل لدي. بس المناسب ليك ايه، هو ده اللي يتعمل. ابتسامه هوليوود دي بتتضمن انه لون السنان يبقى حلو
وشكل السنان يبقى حلو. لون وشكل. لون والشكل ده هنجيبه ازاي؟ لو هنعمل فينيرز او لومينيرز او كراونز انا بختار لون مناسب للبشره ما يبانش ان حاجه فيك حاجه صناعي. اللون الابيض بالظبط التقيل ده. لون حلو لون ابيض مناسب مع لون بشرته ما يبقاش فاتح زياده عن اللزوم والشكل المناسب معاه وتبقى الاسنان مرصوصه جنب بعض مظبوط. هي دي مش المظبوط اللي هي مرصوصه رصه مسطره زي ما بيقولوا، لا مرصوصه مع بعض ماشيه متناسقه مع بعض. دي هي بعد ما نخلص بيطلق عليها ابتسامه هوليوود، مش هي شكل معين انا هو ده اللي بيتنفذ، هي مش كوبي بيست بتتعمل، مش اللي عند ده انا هعمله عند ده هعمله عند ده، لا هي مش كده. هو الموضوع بقى شوي اكتر من انه طب، يعني الناس بقت بتتباهى ان انا رايح اعمل السمايل هوليوود فهروح اعملها عند الدكتور الفلاني بالشكل الفلاني وانا مودي له صوره الممثله الفلانيه عشان يعمل لي شبهها. فالناس النهارده تفهم انه دي ليها علاقه بشكلك انت باللي ليه عليك انت. يعني ممكن واحد انا اسنانه حجمها صغير لايق عليه جدا واللون والشكل اللي هو معمول ده لايق عليه جدا، هاجي اعمله الواحد الشكل وحش جدا. فده ما ينفعش، ده انا بختار الشكل الانسب ليه وده اللي بيتنفذ مش الشكل اللي هو جايبه في صوره. لان اشكال الاسنان كتيره جدا، في اشكال تحس ان هي عامله مربعه، في اشكال تحس ان هي من فوق فيها شكل اوفل شويه، تحس ان هي مدوره من فوق شويه، ليها اشكال كتير جدا. السنه تحس ان هي الناحيتين حاده، في ناحيه منها تحس انها مدوره شويه، لا في حاجات كتير جدا. بشوف الانسب للعيان هو ده اللي بيتعمل. يعني هوليوود سمايل ده مجرد اسم بس بيغطي على كل بينطبق تحتيه اشكال بتاع كتير الاسنان. بينطبق تحتيه حاجات كتير قوي. طب واحنا رايحين نختار مع الدكتور الحاجات المناسبه لينا، هل ممكن نحط في اعتباراتنا شويه حاجات كده عشان نعرف نختار صح، ولا ده كله بيكون مسؤوليه الدكتور؟ الاختيار ده كان زمان الاختيار بيبقى صعب شويه ان انا عشان اوصل لاحسن حاجه ممكنه. دلوقتي الجديد في الموضوع ده ان احنا بناخد الحاجات دي، بناخد صور للعيان ليها طريقه معينه في التصوير، بتتحط على برنامج معين على الكمبيوتر، ببدا ان انا برسم الحاجات دي على الكمبيوتر، ببدا اجيب شكل اسنانه اللي انا عايزها على الكمبيوتر الانسب ليه. بعد كده بعد ما بخلصها على الكمبيوتر ببدا اوريه له ده الشكل المناسب ليك، بقدر اوري له الشكل التقريبي بنسبه كبيره هو ده اللي هنشتغل عليه. يعني قبل ما نبدا نعمل اي حاجه اقدر اقول له احنا هنوصل للشكل ده، هنبدا نعمل كذا، هو ده الاسنان بتاعتك هتبقى شكلها كذا، ده اللي نقدر نعمله. دي حاجه جديده في المجال ان انا بقدر اوصل لعيان انا هعمل ايه قبل ما اشتغل. يعني العيان ممكن يشوف شكل اسنانه المستقبلي مقدما بالزبط. فيبقى مبسوط وراضي عن اللي هيتعمل معاه بالظبط. طيب برضو عايزين نسال حضرتك، واحنا بنعمل الحاجات دي مفروض برضو نحط في اعتباراتنا انه لو في عادات سلبيه احنا بنمارسها مفروض اننا هنبطلها بعد ما نعمل الحاجات دي عشان نحافظ على الابتسامه الحلوه دي اطول فتره ممكنه. مفروض نحافظ على الحاجات دي ازاي؟ يعني هقول لك على حاجه، في حاجات ممنوعه مثلا مع الفينيرز او اللومينيرز او الحاجات دي. في ابسط حاجه، في ناس ممكن تلاقي هي في شغلها قاعده من غير ما تاخد بالها تلاقي قاعده ماسكه قلم عماله تعض فيه او عماله تلعب فيه، ده ممكن يبوظ الدنيا، ده عاده غلط، دي مع الوقت اصلا بتبوظ السنان، فطبيعي هتبوظ السنان هتبوظ اي حاجه تانية معموله. عادات الاكل الغلط، عادات الناس اللي هي تحب تكسر حاجات بسنانها او تفتح حاجات بسنانها، كل ده في حاجات كتير بنشوف لو العين ده بيعملها لا يبقى انت الموضوع ده ما ينفعش، هتبطل الحاجات دي هنعملها، مش هتبطلها مش هنعملها. ليه؟ لان انا مش هاجي اعمل حاجه وانا عارف ان هو بيعمل الحاجات دي وعارف ان هو مش هيبطلها واجي هعملها له، طب هو هيكسرها او هيبوظها فمالهاش لازمه، فهو هيبقى ايه لازمتها دلوقتي؟ طب انت بتعمل حاجه عشان تبوظها، لا يبقى خليك بسنانك الطبيعيه احسن. يعني الانسان اللي حاسس ان هو ممكن بـ 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 بعاداته الغلط، التوتر الزياده، انه يجز على اسنانه، انه كل الحاجات دي غلط، ده غلط، ده مش هينفع مع الحاجات دي، هيبطل، هنتحكم في الحاجات دي هتنفع مش هيبطلها، وهو من النوع اللي هو عارف انه مش هيبطل الحاجات دي لا خلاص. طب اللي بيشرب قهوه كتير، نسكافيه كتير، لا ده عادي، بيدخن، التدخين ده عامه مشكله.
الحاجات دي كلها مشكله. بس انا بالنسبه لي اللي بيشرب شاي قهوه كتير يعني صعب ان انت تمنعيه، ده مشكلته الوحيده ان هو بيغمق السنان. بس انا حاطط حاجه فاتحه قوي، مهما نغمقت مش هترجع للون الطبيعي. الطبيعي اللي كان عليه زمان. تغمق بدرجه بدرجتين بالكتير، مش اكتر من كده. التدخين ممكن واحد هيفي سموكر هو بيدخن بكميه رهيبه اللي هو 4-5 آلاف في اليوم، ده طبيعي هيلون اي حاجه مهما كانت على سنانه. بس دي العادات الغلط اللي ممكن تبوظ اي حاجه ممكن نعملها. اي حاجه غلط، طريقه الاكل الغلط، الحاجات اللي هو يقعد حاجات بيلاقي زي كانه بيقرقط حاجه، ماسك قلم ماسك حاجه كده عمال بيعض فيها بسنانه القدمانيه. طب واللي بياكلوا اللبان كتير؟ اللبان اصلا غلط حتى بعد التركيبات دي ما ينفعش. او لو حاجه اتحشرت وما عرفتش تطلعها تؤدي لتسويس، هتدخل في مشكله تانية على طول. طب الحاجات اللي هي برضو عشان في بعض الناس واجهت مشاكل معها، اللي بيأزأز لب كتير او اللي بيحب يأزأز الحاجات الناشفة، على حسب نوع التركيبات، لو فينيرز او لومريرز الحاجات دي ما تنفعش. يقشرها بره وياكلها. مهم ان احنا كنا نوضح الحاجات دي عشان انت وانت رايح تعمل العمليات التجميلية دي او الحاجات التجميلية دي تبقى عارف ان في بعض الحاجات هتتخلى عنها عشان تحافظ على الحاجات. في حاجات يقدر ياكل اللب او ياكل الحاجات دي عادي، وفي حاجات تانية لا، ان هي تفرق من شخص لشخص. نصيحة أخيرة كده لكل مشاهدينا النهاردة وإحنا بننصحهم لو عايزين يعملوا الهوليوود سمايل يعملوا إيه؟ اللي عايز يعمل هوليوود سمايل مهما كان هو عايز إيه في دماغه عايز يوصل له، يسيب الدكتور هو يختار الأنسب له، ما يجيش يقول له أنا عايز كذا. لا، هي ما تنفعش أنا عايز كذا. يوصل للدكتور هو فكرته هو عايز إيه، ويسيب هو الدكتور هو هيختار له الأنسب له. فيش حاجة اسمها أنا العين يقول أنا عايز 1-2-3 وأنا هنفذ له 1-2-3، ده ما ينفعش. لأنه ممكن يكون اللي هو عايزه ما ينفعلوش أصلا، أو مش هيديله اللي هو عايزه، أو هيبقى شكله مش حلو عليه، فدي ما تنفعش. لا، أنت العين هيوصلي أنا عايز كذا، بناء عليه أنا بختار الأنسب له عشان أجيب له اللي هو عايزه. وقبل كل ده طبعا مش باللي هو عايزه. وقبل كل ده لازم اصلا انا اسناني تبقى كويسه ومهتم بيها وبصحتها، علشان لما احب اجملها يبقى جمال على جمال. دي حاجه مفروغ الكلام فيها، التهابات اللثة، الجير، الحاجات دي كلها، غسيل الاسنان، كل الحاجات دي لازم، دي رقم واحد. العادات السيئه، اكل الحاجات الاستيك الكتير، الحاجات دي كلها، طريقه الاكل في الحاجات دي كلها تتظبط الاول، وبعد كده اي حاجه تتعمل ده قاعده مفروغ منها. تمام، شكرًا جزيلًا يا دكتور. كالعادة في كل حلقة بنأكد على مجموعة من الثوابت، إنه عشان تحافظ على أسنانك لازم تغسل أسنانك، الفرشة والمعجون دول أساسي في حياتك، الخيط الطبي، الخلة، يبقى في كشف دوري مع الدكتور تقريبًا كل 6 شهور أو سنة على قد ما نقدر، وطريقة الأكل. شكرًا جزيلًا دكتور مينا ماهر هارون، استشاري علاج وتجميل وزراعة الأسنان وعضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان والحاصل على الزمالة الإيطالية لعلاج وتجميل الأسنان بالليزر. بشكرك جزيلًا يا دكتور. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية